اليوم الحفل الختامي لمهرجان التراثي الخاصة بالطرب الأندلسي، وقد حضرت ساكنة فاس على مدى 4 أيام بكثافة تدل على أن هذا الطرب الأصيل ما زال يستقطب المئات بل الآلاف، والدليل على ذلك هذه السهرة الختامية التي لم تستطع القاعة الكبرى لجماعة فاس، ولم يستطع الفضاء الخارجي أن يستوعب كل هذا الحضور الذي حج من كل المناطق المغربية، مدن المغربية، ويحضر معنا ناس من خارج المغرب. ناهيكم عن عشاق هذه الآلة الأصيلة من أهل مدينة فاس العتيقة، مدينة فاس التي تمنح كل يوم درسا لمن يريد أن يتعرف على ذاكرة المغرب في الفكر والحضارة والفن والأخلاق والقيم. إنها فاس والكل في فاس. اليوم مع آخر فرقة يقودها ابن مدينة فاس البار، وهو الأستاذ محمد بريول، في نغمات شجية وكلمات عذبة يتتبعها الجميع ويتغنى بها الجميع، وهذا دليل على أن هذا الفن الأصيل يجب أن يستمر، ويجب أن تعقد له دورات غير دورات السنوية، فقد أبانت المهرجانات التراثية الأصيلة على أن لها من العشاق من مختلف الأعمار، من النساء والرجال، من الشباب والكهول والشيوخ، ومن الأطفال حتى الذين أتوا من جميع المناطق ليشهدوا هذا الحفل الختامي الجميل الذي أثلج صدورنا وأعاد الثقة لمدينة فاس بأن جماعة فاس ستكون معهم يدا بيد في كل المجالات، في المجالات الحضارية والفكرية والفنية والثقافية وفي مجالات أخرى. وإذ ننوه بهذه المبادرة التي قامت بها جماعة فاس وعلى رأسهم السيد رئيس جماعة فاس والقطاع الثقافي الذي كان مهتما بإعداد هذه الدورة، دورة 25 التي أكد فيها منظموها فيما قبل بأن هذه الدورة تختلف عن جميع الدورات في شكلها، في نوعها، في كمها، وفي فقراتها المختلفة بين الأنغام وبين الفكر وبين التكريم. وسنستمر في هذه الليلة في تقديم تكريمات لإعلام من منح كل جهوده لهذا الفن الأصيل، ونتمنى للجميع التوفيق، ونضرب موعدا إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام في باقي المهرجانات التي تعنى بالموسيقى الأصيلة كفن المديح والسماع وفن الملحون، الذي سنحرص جدا على أن نخصص له كل وقتنا حتى نجعل ساكنة فاس تعود إلى ما كان عليه كانت عليه هذه المدينة من الإشراق ومن يعني من المظاهر جد الجميلة الخاصة باحترام الموسيقى الأصيلة الأندلسية والملحون وفن السماع والمديح.